حاكم سنين عربش حيطانك مع الياسمين يصبح عليك بدري من بكير شباك طل الصبح عالشبابين يصبح عليك بدري من بكير يا بلاد ما بنش بحكي عنك انت الحبيب الزكني فينا الصبح ومعاش عيشي أحلامنا بالليل يا بلادنا وعالخير ولا في يوم تسأل عالأصل من وين كان الأصل عادات جمعتنا وعالصعب كنا نشد فيها الحيل ويسعد مسا حاراتها والبيوت وفيها أصالتنا اللي ما بتموت يسعد مسا حاراتها والبيوت وفيها أصالتنا اللي ما بتموت يا بلاد ما بنشبع حكي عنك انت الحبيب ساكني فينا الصبح ومعاش عيشي أحلامنا بالليل ما فيش غير حل واحد. طب ايدي بزنارك احكي لي. في سيارة مهورة بوادي شعيب بتروح بتشيلها هسه. هسه؟ هسه وبكل بضاعة. تعوضني؟ بس تيجي بنحكي. ماشي بعد. فكر حاله صاحب الكراج. ناقصنا. ولا تركي. مش نافع. لك يلا معلش انا بتحسب الورق ها؟ إذا بتظل هيك راح تروح مصارينا مانيو أكيد إذا بضلوا نايمين على كل دور نص ساعة كل هذا عشان أربح الدك فين زلمة أربح دك 20 دك بس المهم لا تضلك صافن بورقك أنا صافن يا أنا صافن يا زلمة أنت وغيرك يسلموا العيادي شو قلت أنت من عليه كيف شو دخلني اذا مجوزها قاعد اذا جوزها بحكي لا طولوا بالكم يا شباب لا 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 طولوا بالكم بعدين يا زلمه انت شو هالزناخه بتضل مرتي يا زلمه اواد يا اواد طولوا بالكم كان لعب عندنا شو مالك بارد مبوزك هلا التليفون صار ابدا من البيت يا عواد هذا التليفون عشان الشغل فاهمه عشان شغلي يعني وضعك صار منيح والحمد لله شو فيها اذا استاجرنا بيت ما احسن من دل عايشين بهيدي الخشه اللي نحن فيها خلص راح اجيب لك بيت افهمي راح انقلك على بيت ثاني طيب البلد مليان بيوت للاجار اجار
انا بدي بيت ملك، فاهمه؟ ملك باسم عواد النمر. بيت ملك اشترينا. مالك احكي لك شغله. احكي. انا بحب سمور. انت بتحكي جد؟ سمي مالك ليش مستغرب؟ بحكي لك انا بحب سمورة. بالله عليك انت من كل عقلك قاعد بتحكي؟ سمورة سمورة سمورة، انت فاهم شو قصدي؟ لطفي متجوز سمورة يا فخري مشان تلم له زباين القمار. طيب وشو ذنبها لو وقعت مع واحد ابن حرام؟ هي بالاخر بني ادم عندها مشاعر واحاسيس. انت يعني تركتك النمشه صرت تدور لي هسه على اي بنت بدك تحبها؟ اه؟ سموره شغل تسهر معها، تقعد معها. انت فاهم شو قصدي وانا حكيت لها. وبعدين انت شو موقفك قدام، بديش احكي لك الناس، شو موقفك قدام لعيبه القمار يعني اذا عرفوا انه انت تجوزت سموره؟ ما بهمني. اللي راح يحكي عنها كلمه راح اقطع لسانه. إذا هيك مش راح تلحق تقطع ألسنة كل أهل عمان. شوف علي يا فخري، سمورة مش شغل جواز، سمورة بتسهر معها وبس. بعدين تعال نقول صح، سمورة متجوزة يعني كيف بدك تتجوزها؟ فهمني. هاي بسيطة، لطفي رخيص برمي له قرشين وبطلقها. بس مش هون المشكلة. ولا وين؟ المشكلة في أختي. أختي هيك راسها مسكر. والله ما حدا راسه مسكر غير حضرتك. سمورة يا فخري، سمورة بالله عليك اصحى. خذ خذ، ولع لنا سيجارتين. لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. ولك انت الواحد حرام يحكي معك. انا برضه. مرحبا سلمى، اشتقت لك. جبت لك ورد كثير حلو. مثلك. لا 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 والله انت احلى منه، يا رب يعجبك. ما سمعتي؟ انا صرت ميكانيكي مهم، وحتى بابا بحكي لي انه انا معلم. الشغيل التاني بغار مني، بموت مني، بحكي عمران قديش رهيب. حتى انا بحب شغلي، بغني لشغلي قد ما بحبه. انا قلبي ده ليلي ليلي قال لي حتحبي دايما يناديني، بفكر قلبي قلبي ده ليلي ليلي ليلي. خد راح اوقع. اول ما طال طال وطول لا بتغير ولا بتحول، لو المطال طال وطول لا بتغير ولا بتحول. الله اشتاق لك يا نور عيوني، مشتاق لك يا نور عيوني، مشتاق لك يا نور عيوني. حتى نعيد الزمن الأول، مشتاق لك يا نور عيوني، حتى نعيد الزمن الأول. يوم يا لطيف ما كان على بالي، يا مال الشام ويا الله يا مالك. طال المطال يا حلوة تعالي. يابا يما نجحت في المتريك، نجحت. تقبر قلب امك. هات شوف. هات لك هات. يلا هات شوف. اخر صفحه اخر شيء. وهون هاي هون. حبيبي مبروك.
مبروك. الله يسعدك. خلص يا جماعه. مبروك. دايما مبيض وجهي. الله يخليكم يا رب. شفت الصوره كيف احلاها؟ لقيتها هي تاني سنة. بعدين ما بعدين معك يا فخري. دير بالك على حالك يا ماما، ما بدك توصاي. ان شاء الله يا ماما، ان شاء الله دعواتك. يلا يا بي يلا، تأخرنا. سلام. يا 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 يلا عم عمد. انا قلبي تقلي لي لي قلي حاحب. يا 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 عمان غني. انا قلبي تقلي لي لي قلي حاحب. انت دايما ناديني افتح يا نايف. يلا يا حبيبي خلص ما تزعل، المهم انك نجحت. خلص اتركي. لا حول ولا قوة الا بالله. واخرتها معه. اي والله لو جبت ترتيبه غير انزل ارقص في الشارع. ما هو الكل كان بيحكي له انه بدي يجيب الاول على الدفعه. وشو صار لو جاب ال 15 على المملكه؟ انا عارفه. المهم انه راح يكمل جامعه وراح يدرس التخصص اللي بده اياه. انا اللي لازم ازعل، هي ثالث سنه بعيد فيها المترك. المهم انك نجحت. والله ما بعرف كيف نجحت. او يمكن هذا اللي قهره لنايف. انت اللي ما درست واحد من الالف من دراسته نجحت، وهو اللي حرط ليل نهار طلع ترتيبه 15. هذا اللي قهره ها؟ يضرب راسك بالحيط انت وياه. لوين؟ شو وين؟ نجح ونجحنا، شو ضل؟ والجامعة من هون لوقتها فرش. اليوم بدي احتفل، انا اليوم عندي عيد. رح يضل طول عمره هيك. النقاش والحوار البناء وتعدد الاراء هو الاساس لاي قيادة بتطمح للاستمرار والنجاح. ومش بس القيادة، هو أساس من دعائم أي علاقة اجتماعية وعملية. طيب حتى لو كان في اختلاف بالرأي ووجهات النظر؟ حتى لو، بس فرق بين الاختلاف وجهات النظر والاختلاف بالأساس المبني على خلفيات عقائدية وفكرية، أو لما يكون الاختلاف بس بدافع الاختلاف، وقتها بيكون أي حوار أو أي جدل بين هاي الأطراف حوار عقيم. ما فهم شو قصدك بالاختلاف بدافع الاختلاف؟ يعني تخيل إننا بنتناقش بموضوع دراستك للطب أو الأدب، وأنا بس ودي أقنعك بالطب ورافض تماماً فكرة دراستك للأدب لأني ضد الأدب، أو لما يكون هدفي من النقاش معك بس هو بيان مدى اختلافي معك بالأصل وإنه رأيي منافي لرأيك وبغض النظر مين الصح فيه. فهمت عليك. وأنا مختلفة معك لأني ماني فاهمة عليكو. وآخرتها معك يا منصور، أنا خايفة على الولد. أولاً برجس مو ولد، كلها سنتين وبخلص مترك. وثانيا وشو اللي مخوفك؟ ما بعرف، لما اسمعكوا تسولفوا بالاحزاب وبالسياسه بحس بخوف. انسي الخوف وفكري انه ابنك زلمه وفهمان وسابق عمره بعشر سنين، مشان تضلكي فرحانه. كان يا مكان في قديم الزمان، في سالف العصر والاوان، حتى كان
في قرية عايشة بأمان وحب وسلام بحبوا بعض، لحد ما فجأة في يوم من الأيام بالليل هجمت عليهم الغولة ودخلت هناك وصارت تخطف في كل حدا. بعدين راحت خطفت الأميرة ست الحسن والجمال وأخذتها على غابة بعيدة، وأخذتها على غابة شو عيد أحضري لحالك. وأنا ذنبي بتعزي فيا ليه العوازي وحزني دون حقهم ابكوا عليا. أنا اللي مهما تعذبني بس الأخ قديش بدك وطلق سمورة؟ ليه عم تضحك؟ قديش بدك وطلق سمورة؟ سمورة مرتي حبيبتي، ما بطلق بمال الدنيا كلها. سيما بتحبك. وانت مين قال لك؟ ليك اسألها؟ احكيله، احكيله انك بتحبيني انا، وانا بطلقك منه غصب عن شواربه وبتجوزك. لطفي جوزي وحبيبي. كذابة، انت كذابة. خليكي بين رجلي ورجلي الكبمرجية، بتستاهلي. يعطيك العافية أجينا. هلا معلم عدنان. شو في ضغط على الصواني؟ إي والله الحمد لله رب العالمين. كيف الشغل؟ والله على العال الحمد لله. على العال. طيب ليش الدفاتر بتحكي غير هيك؟ شو معلم عدنان عم تخوني؟ لا مش أنا، الدفاتر. أكيد في خربطة بالدفاتر. على كل حال أنا راح أخلي أخوي سبع يطلع على الدفاتر ويحسبها من الشهر هذا للشهر اللي فات والشهر اللي قبله والشهر اللي قبله. طيب تكرم عيونك معلم، إذا في نقص بالحساب أنا بدفع من جيبتي. فعم جيبتك. طب اطلع فوق يا جماعه. فعم جيبتك. يسلموا ايديك على هالشيات. لو شفت الفرحه بعيون الناجحين اليوم، قديش بتمنى انك تكوني منهم يا بابا. يعني تجيبي لنا من العشرة من الخمسطعش الاواخر. الله يسمع منك يا بابا. مني وعلي رح اوزع حلو على كل اهل القلعه. ايوه يا بابا، بس هذا الحكي بده دراسه، بده تعب. يعني التفوق ما بيجي من غير تعب. انا نفسي اكون متفوقه بس عشان انت تكون مبسوط مني. يا عمري انت، انا كل اللي بيهمني انك انت تكوني مبسوطه من حالك، هذا هو المهم. يلا انا رح اجهز لكم العشاء. يلا ماما قومي. ليش هيك يا خالتي؟ سامحيني. ليش انت شو عملت لحتى اسامحك؟ نتيجتك كانت كويسة. انت من 15 الأوائل. بس أنا كنت متوقع أحسن من هيك. المهم إنك تقدر تدرس طب زي ما بدك. كنت مفكر أجيب بعثة. لا ما بدنا بعثات، أصلاً ما في بعثات طب. ليش ترتبط ببعثة؟ افرد وجهك حبيبي وخلينا نفرح. والله مش مصدقة إنه فخري نجح. أنا مبسوط له كتير. هو لو سقط هالسنة كمان أبصر إيش رح يصير فيه.
بكفي انه مالك صار بالجامعه وسابقه بسنه كمان. وشو يعني بكره بلحقه ويمكن يتخرج معه. هيك دائما يا حبيبي، بدي اياك كبير. لا خلص، انت ما ضل عندك حجه. مالك وتوفق بالدراسه بمصر، شو ما عندك عند هذا الجحش اللي اسمه خالد؟ طب شو اعمل؟ شو تعملي؟ اطلبي منه الطلاق هيك وبدون سبب؟ لا لا، انت مبين عليك عم تتسلي معي. اسمعي، اذا ما بدك ياني انا كمان ما بدي اياك. صبر جميل وبالله المستعان. الله يرزقك، سلم الايدين. السرعة هاي عود سهري، عود العدد مليح. ايه الحمد لله، بس يعني اذا ما امتلت الطاولات كلها يعني برا وتحت وجوا ويعني ليل ونهار ما بتطلع المصاريف. بس بتنتلي يعني. ماشي الحال الحمد لله، ماشي الحال الحمد لله. يعني هات. طيب كبدنا. ايه طول بالك سهري، شبنا طول بالك. الشهر الماضي قبضتها. شو الشهر الماضي كبطني؟ كديش كبطني؟ كبطنا 50. أبو عبدو، ما أنت ساحب بعشرين ليرة من الفرن خبز. هو 30 ليرة مو قلال، حلوين. وبكرة الأيام إن شاء الله رح تكون أحسن. شراب لي مناظرة وقلي دماتا. بديش أشرب، بدي أكبط. خلص سهري بتقبط، شبنا روقنا. بقول لك بدي أكبط. لا تعلي صوتك سهري، أنا ما بشتغل عندها. أنا وأنت شركة وما حلوة قدام الزباين صوتك يالك إلى الأد. وطي لي صوتك ولا بدك تحكي معي. لازم اروح على السفاره اصدق الاوراق. ماشي. وناويين تبعتوها لمالك؟ شو بدنا فيه؟ هيك اسرع واضمن. روح لعند امه عشان تاخذ العنوان. لا بروح ولا برجع. ليه هيك يا فخري؟ اتصلت لتبارك لي اول ما طلعت النتائج وحكت لي انه مالك بيسال عنك دائما. اكتب له، على الاقل ممكن يساعدكم، هو صار يعرف مصر. شو رايك يا نايف؟ مش غلط، حتى يمكن لاقينا سكن قبل ما نوصل. روح لعند امه عشان العنوان، وروح لعند عواد واحكي له انه بدي اياه. يا صباح الخير. ليش طفيت الراديو ابن عمي؟ لك معلي الصوت على الاخر. لك شبك يا كان عبدو؟ شبك فيه؟ لك ما عتعرفي. لك انا جوزك طاير تعيب تعيب، عم بتعب عم بفنى. لك امبارح ما نمت للساعه 12. يوبشني التعيب انا. ليش حبيبي امتى بسكر المطعم تبعك؟ مطعم؟ لك انه هذا كازينو. كازينو المطعم. الكازينو وين الغله؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، استفتحنا. اف صباحنا وصباح الملك لله. انو غلي غليت الكازينو. اجا صهري وعطيته اياها. لك ليش عطيته؟ لك قعد بخلقتي مثل قفة الهم، بلط على هالكرسي ما عاد يتحرك. قمت ناولته ال50 دينار. ان شاء الله بصير 50 شقفة يا حق. لك خليه يروح، مو احسن ما يضل قاعد بخلقتي ويشوف شو عم فوت غلي. معناته في غلي بالكازينو. فات لشوف تقبرني. وين الغلي؟ وين الغلي؟ وين الغلي يا دلي؟ قدم قدم غلي، قدم 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 قدم. بس طف السيارة معلم، طف السيارة. شو مالك بتعيط؟ سامعك الزلمة، شو مالك بتعيط؟ على راسي يا معلم. خليك ابو زيد، خليك افتح لي غطا الموتور. شو مال هاي زيد بينزل من تحت؟ زيد ليش فيها من تحت؟ نزل. العافية. حاضر معلم. يا هلا، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. بس على شو؟ مش نجحت في المتريك. بيقولوا خسرت سنة يا مسكين. اذا سنة بسيطة. وهسا شو ناوي تساوي؟ بدي اكمل في الجامعة. ايش بدك تلحق صاحبك مالك؟ مالي وماله، هو في جامعة وأنا في جامعة. أحسن إلك ولإله. شو بدي أقول يا عواد؟ بدي مصاري من الإيجار. شو مالك يا فخري؟ صرت ساحب نص الأجرة.
ايش بدي اقول لاختك؟ اسلكني هاي الفتره. ماشي رح اسلكك فيها، امسك بس مش تضلك رايح قدام الكراج. سلكني يا عواد وسلكني يا عواد. ماشي شكرا يا عواد. بدك شيء؟ سلامتك. شكرا. الله معك. السلام عليكم. واحد بتعلم ما معوش ياكل. تنكي هدول شو ولا؟ 20 دينار. 20 دينار دفعتهم للزبون بلي سيدي. وين وصل الاستلام؟ انور بيك انت من خابرتني بالتليفون قلت لي ادفع له، انا دفعت له. اذا قلت لك ادفع للزبون تدفع له ما بتجيب وصل الاستلام يا حمار. انور بيك تراني مو حمار. ولك بتجاوب ولك يا دبه. لا 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 قصدي يعني انا عبالي يعني حكي كافي. والله لا اخصمهم من معاشك. امشي اطلع برا امشي. الموضوع ما فيه اني معتازة مصاري عشان دراسة الأولاد. هو اللي بيدفع عواد ما بيقدي؟ مش هذا الموضوع. أنا بدي أبيع الأرض اللي أجرته إياها، وفي كم واحد بده يشتريها، وأنا من الواجب أني أسأله بالأول إذا حابب يشتريها أو لا. عواد منين له؟ هاي مشكلته. إذا بيقدر يدفع لي خلال كم يوم ببديه عن غيره. طيب أنا بشوف عواد وبسولف معاه، بس السلافة بدها شوية وقت. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. اعطيني نفس ارجيله واحد شاي بسرعه. شو يا فخري؟ ما ودك تتسلى؟ بدي اتسلى بس بشي غير الشد. حاس حالي كاني طالع من الحبس. يجوز هذا لانك خلصت من المدرسه. تدري شو صاير؟ شو صاير؟ بقول لك بين الارض لعواد. ارض شنو؟ شكلك اخر من يعلم ابو قدحه. الأرض ما غيرها يا زلمة اللي كان مستأجرها منها. وش تقول أنت؟ متى؟ على أساس تعرف كل شاردي وكل وردي. والله شكلك أبو قدحة طلعت. سد فمك أنت سد. صحيح الهرجة فخري؟ شو ما أجاك مكاتيب اليوم ولا ما سألت؟ أسأل شنو أسأل؟ شنو أسأل؟ البريد كله يجي أمي آني. خليت هذا تليفون إلي. ألو بلي. إيه سيدي إيه. أهلا بيك الله خليك. إيه مذكر أول ما يجي أخليه يوقع الوصل. شلون إجا يمك ووقع؟ معقولة؟ الله يخليك سيدي الله يديمك. والله أنت ما تنسى شيء. خدامك أنا الله يبارك بيك في مال الله. والله هالبني آدم ما ينسى شيء، ويقولون شلون جاب كل هاي الفلوس. والله معه حق أنور. أنا ليش لهلأ قاعدة مع خالد؟ طب هي مالك سافر؟ والله يستر له. قدمت أوراقك لمعهد الرياضة طلع اسمك في قائمة المقبولين، ونايف قبلوه في كلية الطب. مبروك. كم مرة صرت قرأها؟ مش مصدق حالي. وين راح أكمل دراستي زي الكل؟
انا مش مصدقه. اخيرا يا فوزي، يا اخيرا. دائما بدي اسالك عن خاتم ابوي بس بنسى. هلا صرت انا اللي بدي اسالك عنه. وعد اني ما البسه الا بالمناسبه. الله يخليك. والله كبرت يا عواد وانا مثل ما انا. آخ الدنيا رزاق. بس رزقتك واقفة على القهوة يا حران أبو قدحة. أنا ما قلت شيء، أنت اللي قلت. لعاد لا تتطلع في أرزاق الناس. استحي يا عواد، أنا حران، حران ما يتطلع على رزقة غيره. ونسيت إيش سويت عشان الأرض؟ البيع والشراء لا هو ممنوع ولا حرام. بعرف إنه مش حرام، بس ما لقيت تستحلي غير الأرض اللي بصف فيها سياراتي يا حران أبو قدحة. عواد وش رايك تبيعني إياها؟ أنا ما اشتريتها عشان أبيعها. أول عن آخر ودك ترحل. الحكومة والدولة ما ترضى ونشاتك تسكر الطريق، وحران أبو قدحة جاهز يشتريها. إمتى ما وافقت أنا جاهز. أنا وقروشي. اسمع يا حران، أنا مش ولد، بعرف منيح إيش بتفكر. أنا عواد النمر وكل القلعة بتعرف مين عواد النمر، بس أنت كلك غل وحسد. هاي الأرض مش للبيع، افهمها يا أبو قدحة. حكيت امبارح مع مالك، كثير انبسط انه رح نرجع نجتمع مره ثانيه. وانا كمان كثير مبسوط، بس رح اشتاق لعمان ولقعدة الشباب وللقهوه وللسنديان. شو صاير عاطفي؟ ايش عوايدك؟ بتعرف انه هاي اول مره بدي اطلع فيها برا عمان. شو يعني انا اللي لفيت العالم؟ السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. مش هيك، بس الايام تمشي بسرعه. شوف كلها يومين ورح نسافر ورح نرجع نجتمع ونحكي مبارح كنا هون. مظبوط معاك حق. رتبت أمورك للسفر؟ رتبتها جاهز. صار لي سنة نصير بالحزب. وأنا نفس الشيء. وإيش بتفرق؟ ما بتفرق، بس معقول رائد مش واثق فينا؟ ما تأخذوها هي، رائد مركز بطلاب السوابع. لو إلى حد الآن ما ثبتونا. تتثبتوا، تتثبتوا يابا. أستاذ منصور إمتى؟ يعني لما يخلص رائد مدرسة؟ رائد الحزب عنده أهم من المدرسة. هو طلب عيد السنة مشان يرتب التنظيم. لا تستعجلوا، يمكن بده إياكوا تستعدوا أكثر. أكثر من هيك يا أستاذ؟ صدقني ما في نشرة ولا كتاب إلا ما قريناه. ما في اجتماع غبنا عنه. طيب يعني مثلكم مثل الأعضاء. بس بعدنا ما صرنا أعضاء. لا تستعجلوا، مي شغلة عجلة، بس ما بدري محسسنا أننا عيال صغار. لا تظلموه يا رفاق. على كل هو طلب مني يلاقيكم يوم الاثنين، وده ياخذكم مشوار. تعرف أنا عمري ما حبيت صاحبك مالك. طب وليش كنت تحكيين؟ أنا ما كنت أضحك له إله، أنا كنت أضحك لك إلك، بس أنت اللي كانت ماخذة عقلك من النمش. شي صاحبتي؟ كانت صاحبتي. وهلا؟ طلعت ما إلها صاحب وراحت وما بدي أعرف وين راحت. يعني بالضبط زيها زي مالك. شو ماله مالك؟ سيبك منها، ما بحب أحكي في موضوعها. المهم
اسطنع كتير حلوة. شباب، أنا جبتكم لهذا المكان لحتى تحسوا فيه بالماضي وتشوفوا المستقبل. يا رفاق، نحن أبناء الماضي وآباء المستقبل. نحن لا نتلمس طريقنا في الظلام، إنما في النور. ونؤمن بالوحدة هدفا، والحرية غاية، والاشتراكية هي الطريق لبعث هذه الأمة ويقظتها وإعلاء شأنها. أمة عربية واحدة. غابي ديني، لما تكوني بصاحبتها من وراي. أنت لا بالمدرسة فالح، ولا بالبيت فالح، ولا حتى بالشارع فالح. طب أنا شو بفهمني؟ إيش أعمل؟ بعدين الله يخلي لك إياهم، هم اثنين بيسلوا بعض. أما أنا يا حسرت، خالتي مين بده يسميها؟ وأخيرا رح أحقق حلمي. جايك يا مصر. ايش سعرك لحتى تطلع البنت؟ سفر الدنيا ما يخوف، الخوف من السفر اللي ما بعده رجع. هذه لازم تنزل بكرة قبل ما ينزلوا الناس على الشوارع. حتضل تزورني بعد ما أموت. يا فارس، الطلاب مش مستنيين قصيدة، دمهم فارم اللي قاعد بيصير على الحدود. الشرارة الأولى لازم تبدأ من الطلاب.